يا غمزة رجالة بس اللي عندنا معايا. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الحد 12/4، احنا في كفر الشيخ في نفس المكان بتاع كل مرة. طالعين يا جماعة للبلطي. احنا النهاردة يا جماعة هنجرب دور جديد في دور جديد. بس انا كنت عالفه المرة اللي فاتت، يعني كنت مديله عالفة حلوة بحيث اما اجي اقعد عليه النهاردة يبدأ يشتغل معايا على طول. هنبدأ يا جماعة نعرف الدور بتاعنا، نبدأ نرش يعني، وبعد كده نبدأ نشوف العدة المستخدمة، وبعد كده نبدأ الفيديو بتاعنا. متنسوش يا جماعة لايك للفيديو، ولو انت جديد معانا يا ريت تشرفنا باشتراك. تابعونا يا شباب وباذن الله يبقى فيديو تمام التمام، بس هنحاول نجيب كل الغمزات مباشر عشان انا عارف ان طبعا انتوا بتضروا الغمزه تكون مباشر اهم حاجه عندكم. تابعونا يا رجال. معانا يا جماعه استاذ محمد اهوت لان النهارده على الميه، شرفنا بيه النهارده يا جماعه. سلام على الناس يا جماعه. سلام على الناس. سلام يا جماعه. ربنا يكرمكم خير ان شاء الله، ورمضان احلى السنه والموسم يكون احلى باذن الله مع الجميع. صباحكم طيبين جميعا. صباحك فل احمد. صباحك ورد يا مسلم. تابعونا يا رجاله. صباحك سكر يا حبيبي. الدور بتاعنا يا جماعه النهارده ماشي، هنبدا نرش بقى. طبعا مديله علفه المره اللي فاتت قبل ما امشي، علفه حلوه يعني تمام. هرمي له ده علفه يا جماعه، علف بادي بتاع الفراخ تسمين في الغرقانه برضك اهو. وادي كمان شويه وشويه غله كله في مكان واحد، كمان غلة كتر غلة عشان تجمع معاك سمكة حلو كبير. كمان شوية علف برضو كله في مكان واحد يا جماعة، نفس المكان اللي انا علفت فيه اخر النهار. يلا يا جماعة تابعونا، الوقت معانا هنصور. انا شغال يا جماعة النهاردة بعودين عود 3 متر اكوا مارينا، مكنة صيني 200، عود 3.60 متر اتحاد اوروبي، مكنة صيني برضو 200، شغال بغمازات صغيرة، غمازات حرامي اللي فوق الحرامي، مش الحرامي بقى فوق الحرامي، يعني شغال بتوعهم اللي هما غمازين المترجل، غمازين كده حتتين صغيرين كده. وشغال بخطان الخيط 30، الخيط 30 بس انا شغال بقى المرة دي الرمال برضو 30. ليه بقى؟ لان المكان ده يا جماعة صحن، حتة واسعة فيها أرموك كبير، فطبعا انا شغال البولتي بس احتمال يخش معايا قرموط، فعشان كده انا مكبر الرمال شوية بحيث لو وقع معايا حاجة كبيرة اعرف اتعامل. لان طبعا عندكم هنا خوص وهنا خوص وهناك كده خوص وهناك كده خوص، لو راح اي خوصة منهم ولو الرمال 25 يوم جاي مفرغ او قاطع، فعشان كده انا متقل الخيط شوية. كان شغال ب30 في بعضه، واللي جماعة السن مقاس 7. احنا شغالين بتوعهم دلوقتي العمرية غرقانة الدور اهو، وشوف اللي غمس فينا حتة اهو، كل ده الشطه. المرايه الغرقانه يا جماعه يخش معاك سمكه حلوه. لو هتشتغل معاك الجرف لازم تشتغل غله، لانك لو شغلت طعم عليها هيجي معاك سمكه صغيره شر صغير يعني. لازم المرايه الغرقانه ممكن تشتغل طعم او غله، لكن المرايه على الجرف غله بس. تابعونا يا رجاله باذن الله، لو جت معانا حاجه نصور. الصلاه على النبي. اول حته معانا النهارده، النهارده الحد 12/4 مع ابو علي، داخل على الطعم لسه ما اشتغلش غله معانا، ماشي ابو علي الله ينور عليه. ها غمزه رجاله واخده وماشيه اهي، اتقل عليها برضو. كده بتاعك قولنا بالصلاة على النبي. النهاردة يا جماعة الحد 12/4. يا غمزة رجالة بالصلاة على النبي. الله يا صلاة النبي عليك. حتة ما شاء الله حمامة. ارجع وقفت عن المية، خليك بعيد عن المية يا حبيب. صباحك ورد. صباح الفل يا نيكو. خليك بقى بعيد عن المية. صباح السكر. تاني حتة رجالة بالصلاة على النبي، اخلع الطعم برضك على مراية غرقانة.
اهي. بس يا بتهدي بقى حتى ما شاء الله. انا غمزه رجاله سحب برضك اهي زي ما عشان رجل الناس. اتقل عليها خالص خالص لما تضمن بيتنقر بالراحة اهي. كده معاك بإذن الله. صلاة النبي عليك يا حمام. حمو يا رجال مراية الغرقان من الصحن ده. الدور الغويط يا جماعة تاخد منه سمكة حلوة بالطعم، بس على مراية غرقانة على وش طول أكتر من 1.20 متر. مش أي وش هيديك سمكة حلوة بالطعم، لازم على الطويل أوي. أهي يا جماعة فكرة صغيرة ولا حاجة أهي. تالت حتة معانا بالصلاة على النبي. تابعونا يا رجالة. دخل معانا رموت صغيرة يا جماعة على الدور أهو. رموت صغيرة أهو. حتة صغيرة على الدور يا رجالة داخلة على الطعم. حتى يجي ربع كيلو. ده هترمي تاني بقى. تابعونا يا رجال. بسم الله ما شاء الله محمد جاب له حته تمام التمام اهو. الله ينور عليك يا نجم. امسك يا معلم نطي. دي يا جماعه طعم بس مراية غرقانة زي ما احنا متعودين اهي. على الغرقانة برضه. كله شغال ما شاء الله. شغالين على الغرقانه برضه على طول. تمام يا حمام الله ينور عليك. صح حبيبي. حته ما شاء الله تعدى الربع مرتاحه اهي. يلا ما شاء الله الله ينور عليك. الله يرزق الجميع. تسلم يا غالي. يلا معانا ابو علي ورجاله برضك اهو. ايه يا نجم عايزين نصورك حاجه. تسلم يا حمام محمد الله ينور كده. يلا جماعه هناك قاعدين ورا يا جماعه هناك اهمت. ودي ترعه اهي. تمام. ماشي طوالي نجد الترعة برضك ماشي طوالي. يا جماعة الترعة ديت المزرعة اللي فوق دي بتاخد منها ميت. المزرعة اللي فوق دي بتاخد منها ميت. دي هو نفس النظام. المزرعة اللي فوقها بتاخد منها ميت. يعني دي الترعة رئيسية داخلة للمزارع. المزارع بتاخد منها ميت عشان كده بتلاقي فيها سمك حلو. لو صرف المزارع مش هتاخد منها سمك حلو لأن في الغالب الغفر بتوع المزارع بيصطادوه مبيخليش فيها غير الشر الصغير. لكن الترعة الرئيسية دي هي اللي فيها السمك. تابعونا يا رجال. الدور بتاعنا هناك عند الشمسية. يا رجاله سحبتها يا صلاة النبي. جت لطشه يا رجاله. اول حته معانا من الدور الجديد النهارده يا جماعه لحد 12/4. حته ما شاء الله اهي اول غمزه معانا من الدور الجديد ده. تابعونا يا رجاله. حته بليم ربع يا رجاله تحت ربع بشويه. شوف بليم قد حجمه قد ايه. دي السمكه الخضراء اللي هي بتبطرخ اهي. حته يجي كف تماما بالدور ده. انا عامل دور هنا برضك ودور الجهه الثانيه ايه اللي احنا جبنا منه السمكه اللي احنا جبناها دلوقتي. حته ما شاء الله بالغله غله رجع باللي مازل الفل. تابعونا يا شباب.
انا سحب رجاله والصلاه على النبي. حياة طبيعة زي الفل اهي.